طيب الناس اللي عندها أرق الفترة اللي جاي اللي فاتت برضو كتير كتير جدا جدا، في منتج برضو من خلال الفريق الطبي ومن خلال شركة هايجنت اسمه اللانترا. اللانترا دي عبارة عن أكياس بندوبها في اللبن، ده بروتين اللبن. يعني ايه؟ أخدوا مادة من بروتين اللبن اسمها اللاكتيوم. اللاكتيوم زيت اكتشفوها ازاي؟ لقوا البيبي بعد ما بيرضع من مامته بيخش في النوم بسهولة، فوجدوا ان اللاكتيوم دي مادة موجودة في اللبن، فصلوها وعملوها في ساشتس أكياس. الأكياس دي بندوبها في المية ساعة قبل ما النوم، قبل ما ننام بالليل، بتدي ارتخاء للجسم وبتدي هدوء وبتدي كده زي البيبي ايه لما بياخد الرضعة بتاعته وبينام. حلو قوي قوي في علاج الاضطرابات النوم، في علاج التوتر، القلق، الاطفال اللي عندهم فرط حركة. على فكرة دي كلها مكملات غذائية، وكل الكلام ده موجود في البامفلت او في العلبة اللي بتجيلكم. في ناس تانية في الفترة اللي فاتت جالها حاجة اسمها ايموشنال ايتينج، يعني بنسميها الاكل العاطفي. انا مش جعانة بس كل شوية عايزة ارمرم اكل اكل اكل. فاحنا بناخد اللانترا دي مرة بالليل او مرة بالليل ومرة الصبح، بنلاقي ان قللت نسبة الكورتيزول في الدم، فقللت الجوع العاطفي. هاجي بقى لاخر حل عندنا النهاردة، لان احنا قلنا فيه ثلاث حلول. علينا الحرق بالكافيلينيه، قفلنا الشهية بالجراتسي، وقللنا التوتر والكورتيزون في جسمنا باللانترا. اخر حاجة هتكلم عليها النهاردة، ودي حاجة محببة جدا لقلبي لاني اتكلمت عليها كتير، وهو شاي كل المصريين، البرو درينك. ايه بقى البرو درينك؟ انا هحط دلوقتي رسمة توضيحية. البرو درينك ده عبارة عن اعشاب او شاي مكون من بذور البقدونس وبذور الكرفس وورق الشاي الاخضر. طب يا دكتورة ايه بقى التوليفة الجامدة دي جدا؟ اولا الشاي الاخضر اللي فيه هو مش اي نوع شاي اخضر، هو نوع من الشاي الاخضر اللي اسمه ماتشا جرين تي، وده معروف ان اجود انواع الشاي الاخضر اللي بتعلي الحرق وبتقفل الشهية وانتي اوكسيدنت وبيحافظ على البشرة وبيطول الشعر وحاجات كتير قوي قوي. الناس اللي بتجيلي اهو البرو درينك اللي تجيلي العيادة عارفين ان في كوباية جنبي لازم بشربها كل يوم، هي كوباية البرو درينك. ايه البرو درينك ده؟ عبارة عن ديتوكس تي، يعني شاي مطهر من السموم. عايزه اقول لكم ان في ناس بتعتمد عليه فقط كمنتج تخسيس، بتفكر ازاي او بتجيبها ازاي، تقول لي انا مش عايزه اخد حاجات كتيره، بس اديني يا دكتوره حاجه تمشي لي ايه، تمشي الحرق بتاعي، انا حرقي ضعيف قوي وجسمي مليان سموم، بصحى الصبحيه تعبانه ومصدعه ومش بعرف ان انا اركز، وعلى طول جسمي اكل اكله ازيد في الوزن، اقول لها على طول ايه حرقك ضعيف، تعالي نعمل انبادي، نعمل الانبادي نلاقي ان الحرق ضعيف جدا جدا. فنقول بقى للعميله دي او الكلاينت او البيشنت دي نقول لها ايه؟ على فكره احنا مش ما بنحبش قوي نقول مريض السمنه الا السمنه المفرطه، بنقول ان هو كلاينت. بنقول ايه بقى للكلاينت ده؟ بنقول له طب احنا ممكن نبدا بحاجات بسيطه، زي ممكن تجيب البرو درينك. البرو درينك ده عباره عن شاي او اعشاب بتعمل ايه؟ بتنظف الجسم السموم. هاخد كوبايه الصبحيه على الريق او مع كسر الصيام، وبناخد هحط لكم بقى الصوره التوضيحيه واريكم ايه هو البرودرينج، وبناخد كوبايه تانية ما بين الفطار والسحور. انا هشرح حالا الصوره التوضيحيه بتاعتنا. الكوبايه التانية اللي ما بين الفطار والسحور ممكن كمان احط عليها عصره ليمونه او شريحه ليمونه. طيب تعالوا نشوف الصوره دي بتقول ايه. احنا بنقول ان الجسم لو فيه سموم، بصوا كده على الجزء الفوقاني من العلوي من الصوره، الجسم لو فيه سموم وفيه شوائب هيبتدي ان هو بسهولة يحصل له سمنة، لأن معدل الحرق هيبقى بطيء. طيب أنا عملت دايت وفقدت الوزن، هيبتدي الجسم يقل في الإيه؟ في الوزن. لكن ستيل أنا عملت دايت من غير البرو درينك، يعني أنا ما خدتش البرو درينك، أنا عملت دايت عادي كده هوت، وخدت مثلا نظام غذائي ولا حاجة، ولا مثلا كبسولات معرفش جايبها منين، المهم أنا ما خدتش حاجة طبية سليمة وبدأت أعمل دايت. نزلت في الوزن، جسمي لسه معبي سموم، هيجي بعد كده الجسم يرد بسرعة، ودي اللي بنسميها الريباوند، اللي هو ارتداد الوزن اللي بتحصل لناس كتير قوي قوي مننا، يخسوا ويرجعوا يخسوا ويرجعوا. وجدوا بقى المجموعة، الجزء السفلي من الصورة، المجموعة اللي هي بتاخد البرو درينك وبتشرب البرو درينك، جسمها تخلص من السموم أثناء الدايت، وزنها قل حلو قوي قوي. لما الوزن قل حلو قوي جت بعد كده رجعت لنمط الحياة الغذائي أو بدأت تثبت، فالوزن مرجعش تاني بسبب البرو درينك، إن هو زي ما بقول شاي كل المصريين. انا عايزه اخليه روتين ليكم دايما كده. برضو كل ده موجود من خلال الفريق الطبي، بيوصل لكم الكورس لحد عندكم في البيت. هتكلموا الفريق الطبي هيرد عليكم الكول سنتر، هيبتدي يعمل لكم الاوردر. وانا عامله لكم النهارده مجموعه جميله جدا اسمها مجموعه الانقاذ السريع،
اللي كلنا محتاجينها بقى قبل دخلة الصيف. البرو درينك قلت بحتاج كوبايتين في اليوم، في ناس بتشرب ثلاثة مفيش مشاكل خالص، هو تنظيف للجسم من السموم، في مادة مدرة للبول اللي هو بذور البقدونس وبذور الكرفس، مع كمان الشيكوريا اللي موجودة في الكافيه لينيه، برضو الكافيه الشيكوريا برضو بتنظف الجسم من السموم وبتنزل المية وبتقوي المناعة. طيب ايه يا دكتورة الكورس اللي احنا عاملينه النهاردة؟ احنا عاملين كورس جميل جدا، الكورس مسميه كورس الانقاذ السريع، وانا في هديه هقولها على الهوا، انا ما كنتش قلت عليها على فكره للفريق الطبي بس انا هقولها دلوقتي على الهوا، يا رب يكونوا سامعيني ومش مشغولين بالتليفونات. عايزه اقول لكم انتوا بتكلمونا وقت الحلقه، ضغط مكالمات كبير كبير كبير، بعد الحلقه نتكلم نعرف ايه المشكله بتاعتكم ونحلها واحده واحده مع الفريق الطبي، وكلهم ممتازين. وبشكر مدام مريم اللي كلمتنا على اللي هي كانت بتشكر دكتوره منى موريس على اجتهادها. ماري انا اسفه، معانا مريم على التليفون. معلش عشان قلت ماشي، ده بنكلم مريم. الو يا مريم. الو يا دكتوره. اهلا يا مريم. ازيك يا دكتوره؟ اهلا يا حبيبتي. اهلا يا حبيبتي، انا متابعاكي يا دكتوره من ايام صدى البلد والنهار. ربنا يخليك يا حبيبتي. يا رب يخليك يا حبيبتي. عندك سؤال؟ عندي سؤال. كان عندي واحده قريبتي كانت واخده من عندك مجموعه الشعر، تمام؟ وجابت معاها نتيجه حلوه جدا، وانا دلوقتي عايزه اخد حاجه لشعري لان انا شعري بايظ جدا. انت طلبتي مجموعه الشعر من الفريق الطبي من البرنامج اللي فات او اللي قبله، صح؟ بالظبط كده. تمام. انت كانت قريبتي اللي واخداها مش عارفه. طيب بص حبيبتي، هي في ارقام على الشاشه، تتصل بس تقول ايه مشكلتها، قشره، تساقط، هيشان، تقصف، وهم هيرشحوا لها المجموعه المناسبه من خلال ارقام الشاشه، تمام؟ وعايزه كمان اسالك على مجموعه التخسيس، انا واخده برضع، هل هتنفع ليا؟ الايه؟ التخسيس؟ الكافيليني امن جدا، الجراتسي امن جدا، البرو درينك امن جدا، وهتلاقي مكتوب على العلبه امن للحوامل المرضعات. انا ما بتكلمش على منتج تخسيس، انا بتكلم على مواد طبيعيه بتساعد في تعليه الحرق والاحساس بالشبع ونزول الميه الزياده من الجسم، ينفع جدا جدا ومناسب جدا جدا، وهتلاقوا مكتوب كده على العلبه. طيب احنا بقى عاملين لكم باكج حلو قوي قوي الاسبوع ده، وهقول لكم انا حطيت هديه لما اتكلمت على اللينترا، بصراحه حسيت ان احنا كلنا محتاجينه، اللي هو الساشتس الصغيره اللي انا بستعملها قبل النوم علشان تقلل نسبه الكورتيزون في الجسم، فمن الاخر اللي احنا بوظناه الفتره اللي فاتت او الاستريس اللي حصل في جسمنا والكورتيزون اللي عالي هننزله باللينترا. وقلنا اللينترا ده لاكتيوم، ده بروتين بيجيبوه من اللبن، يعني في الاخر ماده طبيعيه مليون الميه، بيدوها ايفن للاطفال الصغيرين اللي عندهم فرط حركه. طيب احنا بقى ايه المجموعه دي عملنا فيها ايه؟ حطينا فيها البرو درينك اللي يكفيني الشهر كله، بناخد على الاقل كوبايتين في اليوم. قلنا الناس اللي بره نهارنا رمضان تاخد كوبايه على الريق وكوبايه ثانيه وسط اليوم، وممكن تحط عليها شريحه ليمون، واحنا في رمضان ممكن ناخد برده كوبايتين جنبنا كده واحنا بنفطر، قبل الفطار بعد الفطار على طول، وكوبايه ثانيه ممكن على الساعه 10 بالليل نحط عليها شريحه ليمون. طيب المجموعه فيها ايه تاني؟ المجموعه هيبقى فيها الكافيه لينيه. هو فين الكافيه لينيه؟ الكافيه لينيه. طب ممكن الكاميرا تجيب الكافيه لينيه؟ تمام اوكي. المجموعه الثانيه او العلبه الثانيه اللي هتجيلكوا هي علبه الكافيه لينيه، وهيجي معاها كبسولات زي ما قلت، يوم هاخد الكبسوله مع كسر الصيام، ويوم الكافيه لينيه هناخده بعد الايه، بعد الفطار بتاعنا بساعه، مش هيسهرني، لان اللي مديه اللون الغامق هو الشيكوريا مش القهوه نفسها، القهوه اللي موجوده فيه هي قهوه خضراء غير محمصه. وحاطه لكم في المجموعه ديت اللي هي مجموعه الانقاذ السريع نقط هديه، النقط دي عباره عن توت بري بناخدها بالليل قبل السحور عشان تعلي الحرق معانا. تمام. احنا قلنا المجموعه اللي هي بنسميها الانقاذ السريع اللي فيها البرو درينك، وهيبقى فيها اقول لكم بس الهديه، وهيبقى فيها البرو درينك، وهيبقى فيها الكافيه لينيه، وهيبقى فيها الكبسولات، واحنا مطلعين نقط. وانا النهارده بقى اللي عايز كورس اللانترا لوحده ياخده، يعني ايه اللانترا؟ ممكن تكلموه برضو، الفريق الطبي موجوده، والجراتسي وموجوده في كل مصر طبعا، انتوا عارفين منتجات هايجنت موجوده في كل مصر، وكل اي منتجات بتكلم عليها مرخصه يعني بسهوله تلاقوها، يعني احنا بنحط ارقام الفريق الطبي لسهوله التواصل، بس بسهوله هتلاقوها. بالنسبه للهديه اللي انا هطلعها الاسبوع ده عبوه من اللانترا اللي هو المنتج المهدئ اللي طالع من بروتين اللبن، فعشان نضمن ان احنا نخس والتوتر يقل في خلال شهر رمضان هنطلب المجموعه اللي هي الانقاذ السريع اللي فيها الكافيه لينيه،
فيها البرودرينك، فيها الكبسولات، وفيها كمان الهدية بتاعتنا، وفيها النقط هدية، وفيها كمان اللنترا هدية الأسبوع ده فقط لا غير. وطبعا ممكن حد يطلب الكورس بحاله اللي هو هيكفيه الشهر بقى، والجراتسي برضو ممتاز وينفع للأطفال الصغيرين. بصوا شكل الطاجن بتاعنا حلو قوي، وطعمه أنا يعني أقول إيه، بعد الفطار بساعتين ثلاثة بدل القطايف والكنافة، طاجن من الجراتسي مع أي حاجة سخنة، كافيه لينيه، البرودرينك، واتفر، هحس بالشبع وهنشوف نزول ملحوظ خلال شهر رمضان.